فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل خرج منها الدم لمدة 15 يوما ثم سقط جنينها. سؤالها: هل مدة 15 يوم تصوم وتصلي أو يعتبر من النفاس؟ ما دام الحمل فيها تصوم وتصلي، ما يعتبر خروج الدم إلا بعد نزول الولد، بعد نزول الحمل يصير نفاس، بعد نزول الحمل يصير نفاس، أما قبل ذلك وهي الحمل فيها خروج الدم لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة لأنها طاهرة. نعم. ثم تقول: حفظك الله، إنها قد تركت الصلاة في تلك المدة، فهل تقضيها؟ ضروري، لابد من قضائها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.